حبيبي يوسف، ايش رايك تعطيني مفتاح السياره اللي خذاه مني الوالد؟ ليه؟ ايش تبي فيه؟ يا اخي هالبيت طفش وملان مره، ودي اطلع شوي كذا اشم هواء. انت اكيد ما عندك دم، ابوك مريض فوق وتطلع تهجول. يعني لو جلست عنده بيبرى مثلا. مريض مريض. اقول اطلع فوق عند ابوك وتناوب عليه طول الليل انا وياك. انت ابوها وسمها يوسف، اخونا الكبير اللي ما حد يقدر يوصل مقدارك بالادب والاحساس. اقول عطني المفتاح وخلنا نمشي. بس يا سر لا تثير اعصابي، مو بكفايه اللي سواه اخوك طلال اليوم؟ تجي تكملها؟ يا اخي انا وش دخلني فيكم يا اخي؟ ما اقدر اتحمل. وانت من متى تتحمل اي شيء؟ لانه وصلنا اللي احنا فيه. يا يوسف لا تنرفزني، قلت لك بطلع يعني بطلع. هذه اخر مره يا سر اقول لك اطلع فوق. طيب واذا قلت لك لا وراح اطلع وغصب عليك بتسوي شيء؟